بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، اسمحوا لي دلوقتي نبتدي نناقش مع بعض أسئلة اليورينري سيستم. وزي ما أنا دايما بقول إن اليورينري سيستم ده يا شباب من السيستمز مهمة جدا 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 للي منكم إن شاء الله عايز يتخصص في نيفرولوجي أو اللي هو أمراض الكلى. الكلى اسمها الكلى مش الكلى، الكلى. اليورينري سيستم ده مطلوب منك ان انت كفسيولوجي تفهمه كويس جدا، تعرف الهيستولوجي والاناتومي بتاعه كويس قوي، علشان انت لما هتيجي بعد كده في البطنه تدرس النيفرولوجي هيرجع كل الديزيزز مبنيه على اساس ان انت فاهم الفسيولوجي. هيرجع يقول لك تاني فاكر اللوبز اللي كنت بتاخدوها في الهيستولوجي، فاكر اللوبيولز، فاكر الفازا ريكتا، فاكر الجلوميرولاس، كل الكلام ده هيرجع يتعاد تاني. فعشان كده انا بقول دايما يا شباب اوعوا تفوتوا فرصة اليورينري سيستم وانتوا بتدرسوه من غير ما تكونوا ايه هضمينه كويس جدا. طيب خلينا دلوقتي نتيجي مع بعض باول سؤال بيقولك ايه which statement is incorrect، انهي اجابة خاطئة، وادالك اربع اختيارات: the increase in the surface area of the proximal tubules cells by numerous microvilli facilitate the absorption of nutritionally valuable substance from the primary unit. طبعا دي إجابة صحيحة، لأن احنا زي ما عارفين ان البروكسيمال تيوبيولز فيها لونج مايكروفيلاي، فايدتها ان هي تعمل ايه ريابزوربشن لحوالي من 65-75% من ايه من الفلترت بتاعي. يبقى دي إجابة صحيحة ما تنفعش، هو عايز الإجابة الغلط. تاني إجابة: the incomplete basal lamina of the discontinuous glomerular capillaries facilitate the formation of the glomerular filtrate. لا طبعا دي إجابة خطأ. خطأ ليه؟ لأن البيزا اللامينة عندي ما هواش incomplete، ما هواش discontinuous. إما هو إيه؟ لا ده بيزا اللامينة محترم، continuous layer من البيزا اللامينة، معمول بإيه؟ بالفيوجن بتاع البيزا اللامينة بتاع glomeruli أو capillaries وبتاع مين؟ وبتاع البودوسايت. فإذا كلمة incomplete بيزا اللامينة دي غلط، لأنه إيه؟ لأنه complete بيزا اللامينة. يبقى الإجابة التانية هي الإجابة اللي أنا هختارها. اتأكد برضو، يمكن التبس عليك الأمر، ودايما بقول للطلبة اتأكدوا برضو من الاختيارين التانيين. The podocyte form the visceral layer of the Bowman's capsule. صح، هي فعلا هي اللي بتكون ال visceral layer. The renin is released by juxtaglomerular cells which surround the afferent arteriole of the glomerulus. برضو دي إجابة صحيحة، فعلا الرينين بيطلع من juxtaglomerular. يبقى إذن الإجابة الخطأ اللي عندي هي رقم 2. السؤال اللي بعد كده بيقول ايه which statement is correct. عايز هنا بقى الاجابه الصحيحه. اول حاجه the transport of sodium ions over the epithelial lining the ascending thin and straight distal tubules create the osmotic gradient necessary for the reabsorption of water from the urine passing through the collecting duct. طبعا الاجابه دي صحيحه. ليه؟ لان انا لما بعمل ايه ترانسبورت للصوديوم من الثين اسندنج ليمب والستريت ديستال تيوبولز، انا بعمل ايه؟ بعلي الليفل بتاع الصوديوم في الانترستيشيوم، فنتيجه لكده بعمل ايه؟ بعمل هايبر اوزمولار ميدلا. الهايبر اوزمولار ميدلا دي هتعمل ايه؟ هتيجي تسحب لي الووتر من الايه الكولكتنج داكت، فبالتالي هعمل كونسنتريشن لليورين. يبقى دي فعلا الإجابة رقم واحد هي الإجابة الصحيحة. اتأكد برضو. تاني اختيار the principal function of the thin tubule of the nephron is reabsorption of nutritionally valuable substance from the primary urine. لا طبعا الوظيفة دي وظيفة مين؟ مين المسؤول عن reabsorption of nutritionally valuable، الحاجات اللي هي المهمة زي البروتين زي معظم الايونز، مين المسؤول عن reabsorption بتاعها من primary urine؟ هي عبارة عن proximal tubule. طب تالت اختيار an inner layer of circular smooth muscle and an outer layer of longitudinal smooth muscle is found in both the ureter and the bladder. لا ده في اليوريتر والبلادر انا عندي المسل ايه معكوسة، يعني الانر layer هي اللي بتبقى longitudinal والاوتر هي اللي بتبقى ايه هي اللي بتبقى circular. اتفقنا؟ طب رابع حاجة transitional epithelium lining the tubules of the nephron من أولها من قبل ما أكمل قراية، هي tubules of the nephron فيها transitional؟ لا ما فيهاش. يبقى الإجابة دي خطأ. يبقى إذن الإجابة بتاعتي الصحيحة الوحيدة هي رقم واحد. السؤال اللي بعد كده which statement is incorrect، عايز برضو الإجابة الخطأ. وبيقول لك أول اختيار the filtration slit membrane between the pedicles of the podocyte is part of the glomerular filtration barrier. فعلا filtration slit دي جزء من الفلتريشن بارير. يبقى الإجابة دي صحيحة. خلي بالكم من معلومة إن البيتيكلز في بنطقها بيتيكلز وفي بيقولوا عليها بيديسلز بيديسلز، ماشي؟ فهتسمعوا ده وهتسمعوا ده خلاص. تاني اختيار
The glomerular filtration barrier is formed by the cells of the parietal layer of the Bowman's capsule and the basal lamina of the glomerular capillaries. ده هنا وقعك. قال لك ان filtration barrier بيتعامل بالparietal layer بتاعة الباومانز؟ لا طبعا، ده بيتعامل بالvisceral layer بتاعة الباومانز اللي هي عبارة عن البودوسايت. يبقى الإجابة دي فعلا إجابة خاطئة. أتأكد برضو. The macula densa is formed by specialized section of the epithelium lining the distal tubule as it contact the glomerulus and its afferent arteriole. دي فعلا إجابة صحيحة. المacula densa فعلا specialized area من الديستال تيوبيول، وبتبقى ايه؟ بتبقى موجودة عند الأفرنت أرتريول. تمام؟ طيب رابع حاجة، the stratified squamous epithelium line the distal part of the male and female urethra. فعلا دي إجابة صحيحة. اشمعنى؟ ليه؟ ما نسهاش، لأن الديستال part من الميل أو الفيميل ده خلاص هيفتح على السكين، ها اللي هو السكين بيبقى ايه؟ keratinized stratified squamous epithelium. فطالما هيفتح على السكين لازم هو كمان يبقى stratified ايه؟ squamous epithelium. يبقى إذن إجابة الخاطئة هي اللي أنا هختارها رقم 2. خلي بالكوا شباب، الماكلا دنسا هتتكرر كتير قوي في الأسئلة معانا، لأن هي من الحاجات اللي بيحبوها جدا 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 في الأسئلة. رابع سؤال، وخلي بالك السؤال ده سؤال من أسئلة المعادلة، ماشي؟ بيقول لك small proteins that pass through the glomerular basement membrane into the glomerular ultrafiltrate would most likely to be recovered back to the blood circulation in which of the following segment of the urinary tubules. يعني بيقول لك دلوقتي البروتينات الصغيره اللي هتعدي من خلال الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين انتو ذا الترا فلترت. ايه ده يا دكتوره ايمان؟ هي مش المفروض السمول بروتينز ما تقدرش تعدي من الفلتريشن بارير؟ ها صح ولا غلط؟ بس خلي بالك ان في منها مجموعه بتقدر تنجح انها تعدي الفلتريشن بارير، لكن ما تقلقش هذه المجموعه مش هتنزل في اليورين. ليه؟ لان هيرجع يحصل لها تاني ريابزوربشن في انهي جزء من اليورينيفرس تيوبيول. طبعا هيحصل لها ابزوربشن فين؟ في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز، بترجع تاني يحصل لها ريابزوربشن. عشان كده مش طبيعي ان انت لما تلاقي في التحليل البول ان في البيومين، الراجل ده عنده البيومين في تحليل البول، ها ده بلازما بروتين، ده مش طبيعي ان هو ما يجود. ده معنى كده ان هو عنده مشكله ديزيز في الكيدني. فعشان كده دايما بنقول ان الالبيومين ما هواش نورمال كونستيتوينت لليورين، ما هواش مكون طبيعي لمين؟ لليورين، او مش مكون يعني، او وجوده حاجه مش طبيعيه في اليورين. اتفقنا شباب؟ وزي ما قلت لكم ده ايه؟ سؤال للمعادله. السؤال ده برضو سؤال معادله، يقول لك ايه؟ The afferent arteriole that supply the kidney glomerulus are branches of which of the following arteries. الافرنت ده طالع منين؟ زي ما انتم عارفين ده طالع من الانترلوبيلر ارتريز، الانترلوبيلر ارتري، لان الانترلوبر ده بيطلع مين؟ بيطلع الايه؟ الاركويت بتاعنا. اتفقنا؟ يبقى الاجابه 2 هي الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعد كده برضه سؤال معادله، خلي بالك. If macula densa cells are identified on a section of the kidney tubules, these cells most likely belong to which of the following segment of the nephron. واحنا مغمضين، المacula densa دي ما هي اللي عباره عن جزء من رقم 1 الديستال convoluted tubules. زي ما قلت لكم بيعزوا المacula densa زي عينيهم، زي عينيهم. السؤال اللي بعد كده برضه سؤال معادله، ده كمان سؤال معادله. Which of the following is responsible for the asymmetric unit membrane of the dome-shaped cells in the transitional epithelium of the bladder? يعني ايه الكلام ده؟ يعني الدوم-shaped cell اللي بتبقى موجودة في superficial layer بتاعت transitional epithelium، في الطبقة السطحية بتاعت transitional. الدوم-shaped cell اللي انتوا عارفينها. ايه اللي بيخلي الممبرين الابيكال بتاعها شكله asymmetric؟ يعني ايه asymmetric؟ يعني مش متماثل، يعني جزء تخين وجزء رفيع. فكرك مين؟ هل occluding junction؟ ديورو ثيريال بليكس، مايكروفيلمنت مايكروتوبيولز، ولا في سيتوبلازميك بروجكشن؟ لا اكيد طبعا تاني اجابه اللي هي ريوروثيريال بليكس، اللي هي بتيجي بتبقى انسرتد في ايه؟ في الابيكال ميمبرين بتاع الدوم شيبد سيلز عشان تزود لك السيرفس اريا. اتفقنا شباب؟ طيب نيجي على السؤال اللي بعد كده. Which statement is correct؟ بيسالك برضو على الاجابه الصحيحه. The juxtaglomerulus surround the afferent arteriole of the glomerulus release angiotensin 2 to increase glomerular filtration. لا juxtaglomerulus دي بتطلع رينين، والرينين هو اللي بيتحول لايه؟ للانجيوتنسين. يبقى الاجابه دي خاطئه.
تاني حاجة the collecting duct are not permeable to water in the presence of antidiuretic hormone. لا ده بالعكس, دي collecting duct بتبقى permeable للwater in the presence of antidiuretic hormone. يبقى برضو الإجابة دي خاطئة. نشوف اللي بعد كده. The osmotic absorption of the water by the proximal tubule cell reduce the volume of the primary urine by about 75%. فعلا ال proximal tubule دي المسؤولة عن الابريجاتوري absorption بتاع معظم الايه الالترا فلترت اللي هو بيعدي من الجلوميرولار فلتريشن بارير. يبقى الاجابة دي فعلا هي الاجابة الصحيحة. نتأكد برضو نشوف آخر اختيار. The cortical tubules are supplied by the vasa recta. لا طبعا الفازا ريكتا دي بتسبلاي ايه الميدلري tubules. السؤال اللي بعد كده What is the pointed cell؟ شاور لك على خلية. طب انا ايش عرفني دكتور ايمان الخلية دي ايه؟ لا ما انت تفكر معايا, خلي بالك ها, الاسئلة دي من جامعات اجنبية. بص بقى هتفكر ازاي. انا دلوقتي عندي ايش ستراكشر قدامي ده, عندي حاجة اهو كده رفيعة وجوه حاجات مكعبلة. المنظر ده منظر ايه اللي احنا عمالين من اول الكيدني اتفلقنا منه؟ ده عبارة عن ال ايه, برافو عليكو, عبارة عن الرينال كورباسل, عبارة عن الرينال كورباسل, صح ولا غلط؟ اللي احنا اتفلقنا من شكله من اول ما ايه, من اول ما جينا درسنا. طيب هو دلوقتي بيشاور لك على حاجه جوه الرينال كورباسل. الحاجه دي في الكلكوعه دي تحتمل ايه؟ تحتمل ان دي تكون نواه بتاعه بودوسايت, تحتمل انها تكون نواه بتاعه ايه, بتاعه اندوثيليال سيلز, تحتمل انها ممكن تكون نواه بتاعه الانتراجلوميرولار ميزينجال سيلز. هو الراجل طيب ومحترم واداك اربع اختيارات وقال لك هل دي الماكيلا دنسا سيل؟ لا الماكيلا دنسا مش جوه الايه, مش جوه الكلكوعه دي خالص, مش جوه الكورباسل خالص. البودوسايت فعلا دي البودوسايت جوه. طب ليه ما تكونش الاثنين التانيين؟ هو احترم نفسه وقال لك الاختيار الثالث برينسيبال سيل اللي هي بتاعه الكوليكتنج داكت ملهاش علاقه, او الاكسترا جلوميرولار ميزينجال سيل. لا بالعكس الاكسترا جلوميرولار دي هتبقى بره الجلوميرولس اصلا عند ايه, عند الجانكشن ما بين الافرنت والايفرنت ارتريول. يبقى اذا اللي مشاور عليها دي اللي ليها نواه كبيره وفاتحه بالمنظر ده هي 100% بتاعه مين, بتاعه البودوسايت. اتفقنا؟ السؤال اللي بعد كده What is the function of the pointed structure؟ شاور لك على حاجة وقال لك ايه دي؟ الحاجة اللي قدامي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة مدورة كده حجمها كبير, تمام؟ ليها خلايا, الخلايا دي مالها؟ حاجة بص على فوق هلاقي ايه؟ البراش بوردر بتاعتي, المايكروفيلاي بتاعتي, ها؟ اللي هي ايه؟ اللي هي طلعالي من الخلايا, وحلاقي ان الخلايا الجزء الجانبي بتاعها اللاترال باوندري بيبقى indistinct مش واضح كويس. يبقى الخلايا اللي عندي دي اللي شكلها كده هرمي وطويل وطالع منها ال ها البراش بوردر بتاعتي, ها, وخلايا ليها indistinct boundaries, يبقى دي بتاعت مين يا شباب؟ على طول انا غممضة, دي بتاعت البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. وبيسألك على الفانكشن بتاعتها, هل concentration of urine؟ لا دي ما بتشتركش في concentration. obligatory reabsorption of water and salt, ما انا لسه قايلها من شوية, هي المسؤولة عن obligatory reabsorption بتاع الووتر والسولت. فعلا دي الإجابة الصحيحة رقم 2. اتأكد برضو facultative reabsorption of sodium and water. لا والله الfacultative reabsorption يعني reabsorption اللي بيحصل بشروط, بشروط تحت تأثير الالدوستيرون, ده الوظيفة بتاعت ايه, distal tubules وليست convoluted sorry وليست البروكسيمال. البروكسيمال تيوبيول وظيفتها الاوبليجاتوري ابزوربشن, يعني هتعمل ابزوربشن من غير شروط. اتفقنا؟ ورابع حاجه الاسيديفيكيشن اوف يورين. لا وظيفه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز ليست اسيديفيكيشن اوف يورين, مش بتشارك فيه. اللي احنا بنشارك فيه زي ما قلنا مين, ها, مين 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 لو تفتكروا, مينلي مينلي الكولكتنج داكت, لكن ايه في برضو بتشارك معاها شويه مين, الديستال تيوبيول, لكن مينلي الكولكتنج داكت. السؤال اللي بعد كده بيقول لك which of the following pointed structure او structures, ها يعني ممكن تختار واحد او اتنين, initially impedes او impedes less يعني لو مفرد او جمع the passage of the blood cells into the urine. جاب لك كده منظر الفلتريشن بارير ومشاور لك على الثلاث مكونات بتوعه. ايه الثلاث مكونات دي؟ اول حاجه الحاجات المخرمه دي عباره عن مين يا شباب؟ الاندوثيليوم بتاع الفينستريتد بتاع الكابيلاريز. الحاجه التخينه اللي انا شايفاها دي اللي هي عباره عن البيزمت ميمبرين, الجلوميريال بيزمت ميمبرين. الحاجات اللي قاعده كده عامله زي رجلين الفيل دي اللي هي مينز, ها, البيديكلز بتاعه البودوسايت.
مين في الثلاثة دول هو initially يعني أول عائق لمرور البلد سيلز بتاعتي مين اللي احنا خدناها اللي هو عبارة عن الفينستريتد اندوثيليوم كابيلاريز. ليه؟ لأن حجم الفينستريشن بيبقى أصغر من حجم البلد سيلز فما يتعديش فيها. يبقى الإجابة سي هي الإجابة الصحيحة اللي هي هتبقى رقم 2. السؤال اللي بعد كده, what is the function of the pointed structure؟ وشاورلك على ايه؟ شاورلك على حاجة كده مالها النيوكلياي بتاعتها بتبقى ركبة على بعضها, ركبة على بعضها. الحاجة اهي جوه تيوبيول اهي النيوكلياي فيها ركبة على بعضها, فبتبان النيوكلياي بقول عليها ايه؟ Superimposed over each other, superimposed over each other, ومواجهة vessels اهي اللي فيه حاجات جواها لونها احمر. يبقى دي وانا مغمضة مين؟ اللي هم بيحبوها جدا زي عينيهم, الماكيلا دنسة. يبقى بيقول لك ايه وظيفتها؟ هل بتفرز الرينين؟ لا طبعا, دي جاكسا جلوميرولار سيل. هل مسؤولة عن absorption؟ من غير ما اكمل, هي ملاش دعوة بالabsorption اصلا. هل مسؤولة عن السنسل ليفل اوف سوديوم ايون ان ذا ديستال تيوبولار فلويد؟ فعلا الاجابة دي اجابة صحيحة, هي مسؤولة عن انها تحس الليفل بتاع السوديوم في الديستال تيوبول. فلما يقل الليفل جدا عن المستوى الطبيعي ده معناه ان ايه؟ ان انا في عندي ايه؟ هايبوتنشن, بلاد بريشر قليل, معناه ان الجلوميريا فلتريشن ريت قليل. فعشان كده تقوم جاية عاملة ايه؟ تقوم جاية بعتالك على الجاكسا جلوميريال سيل عشان تفرز لك الرينين, فيقوم الرين يعمل لك ايه؟ يزود لك البلاد بريشر, وبالتالي يزود لك ايه؟ الجلوميريلر فلتريشن ريت. رابع حاجة, هل هي بارير الباسج او بلازما بروتين؟ لأن ماكلة دنسة ملقاش اي علاقة. يبقى الاجابة رقم 3 ان هي اكتاز ايه؟ سنزل لليفل اوف سوديوم. السؤال اللي بعد كده, which statement is correct regarding the pointed structure؟ وجا شاور لك على حاجة, الصورة دي جاتنا قبل كده, بس قبل كده كان مشاور لي على النواة الكبيرة دي بتاعت البوتوسايت, لكن المرة دي شاور لي على الطبقة الخارجية اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي عبارة عن البارايتال لير بتاعت الباومانز كابسول, وسألك عليها. It is a part, عايز الإجابة الصحيحة. It is a part of the counter current exchange mechanism, لا ملاش دعوة خالص. It's lining cell secrete renin, لا مش دي اللي بتفرز الرينين. It's wall lack the internal elastic lamina, لا it is not an artery, ده مش vessel اصلا. It does not share in the renal filtration barrier, فعلا دي الإجابة الصحيحة ان هي لا تشارك في الرينال filtration barrier, لا تشارك فيه, وانما طبقة كده مفلطحة عشان اللي تفلتر يعدي بسهولة منها تك 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 على مين؟ على البروكسيمال convoluted tubule. يبقى الإجابة الرابعة الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعد كده, what is the pointed structure؟ وجاء شاور لك على حاجة, إيه الحاجة دي؟ دي حاجة ليها وول رفيع واللايننج بتاعتها خلايا لحد ما مفلطحة. المنظر ده ما يدينيش غير حاجتين عندي في الكدني, يا إما blood vessel يا إما الثين ليمب بتاعت إيه؟ بتاعت اللوب أوف هنلي, لأن هي برضو إيه؟ الخلايا بتاعتها بتبقى رفيعة والنيوكليس مفلطحة. which is which؟ مين؟ دور كده في الاختيارات, which is which؟ مين اللي تنفع؟ عندي فازا ريكتا ده بلاد فيسل, وعندي الثين ليمب اوف لوب اوف هنلي. خلاص, يبقى حاجه من الاثنين دول هما دول وول بتاعتهم رفيعه. الفيسل يا شباب اعرفوا ان دايما بيبقى فيه جواه الريد بلاد سيل اللي انت شايفها دي, اهي الحاجات الحمراء دي, الحاجات الحمراء معناها ان بتكلم عن فيسل. دي ما فيهاش الحاجات الحمراء دي, يبقى دي ايه؟ دي عباره عن الثين ليمب اوف لوب اوف هنلي. يبقى الاجابه الصح هي الاجابه الثالثه. السؤال اللي بعد كده بيقولك, which statement is correct about the marked structure by square؟ شاور لك على البتاعة دي كلها, ايه دي يا شباب؟ دي ايه؟ دي ايه وظيفتها؟ دي دي عبارة عن مين؟ الرينال كورباسل بتاعتي اللي تهرينا منها في كل ايه؟ الكدني. بيقولك it is present in the cortex, ها هي فعلا موجودة في الكورتكس. يبقى دي الإجابة الصحيحة, لأنها فعلا exclusively found في الكورتكس. it is a part of the medullary ray, لا ملاش علاقة خاص بالميدالا ريري. الميدالا ريري عبارة عن straight part من ايه؟ من التوبيولز والكورتيكال كوليكتنج داكت. بتشارك في concentration of urine, لا ملهاش دعوة خالص بالconcentration بتاع اليورين. it is a part, it is not a part of urinifras tubules, ها لا طبعا, it is a part of the urinifras tubules, مش not a part, لا it is a part. يبقى الإجابة الصح هي فعلا الإجابة الأولانية, لأنها موجودة فقط في الكورتكس. اتفقنا؟ جا شاور لك على حاجة هنا برضو وسألك عليها, which statement is correct regarding the structure marked by square؟ ايه ده يا ترى؟ ايه اللي انا شايفه ده؟
انا شايفه رينا كورباسل بتاعتي اللي حفظت شكلها، وشايفه جنبها دوريات كده متجمعه. الدوريات دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن مقطع عرضي في الميدالا ريري، لان الميدالا ريري دي ها الاشعه اللي بتشع من الميدالا على الكورتكس، يا يعني مثلا اشوفها في مقطع طولي زي اللي انا وريته لكم في الفيديو، او مقطع عرضي تبان ايه الدوريات اللي انت شايفها دي، ودي برضو وريتها لك في الفيديو. وبيجي يسالك على الميدالا ريري، بيقول لك it is a collection of the extraglomerular mesangial cells. لا طبعا، this cell share in renal filtration barrier. لا ملاش علاقة خالص بالrenal filtration barrier. جاء سألك وقالك they represent the straight part of the renal tubules and cortical collecting duct. فعلا دي الإجابة الصحيحة. الميدالا ريري دي عبارة عن أشعة طالعة من الميدالة على الكورتكس، بتمثل الستريت بارت الجزء المستقيم من الرينال تيوبيولز والكورتيكال كولكتنج داكت. يبقى دي الإجابة الصحيحة. شوف برضو الإجابة الرابعة they are present mainly in the medulla. لا بالعكس، دي الميدالا ريري أصلا هي إيه موجودة في الكورتكس فقط، وإنما اسمها دليل على الإكستنشن، على الامتداد بتاعها من الميدالا للكورتكس. السؤال اللي بعد كده which statement is correct regarding the opposite structure. ايه الستراكشر ده عندي؟ ده ستراكشر كده حاجه ليها سيتوبلازم بيبقى بيل اسيدوفيليك، اسيدوفيليك فاتح زي ما انت شايف، اللايننج سيلز بتاعتها بتبقى كيوبويدال او كولامنر، كيوبويدال او كولامنر ها، والبراش بوردر بتاعها ما بيبقاش واضح قوي. دي يا ترى مين يا شباب؟ مين الحاجه اللي هي بيبقى اللايننج بتاعها كيوبويدال او كولامنر والسيتوبلازم بيبقى بيل اسيدوفيليك؟ بيل اسيدوفيليك ها ها، والبراش بوردر عندي مش واضحه قوي، وما عنديش هنا بيزل استرايشن، ما فيش عندي، يبقى دي مين؟ دي عباره عن الكولكتنج داكت. الكولكتنج داكت. وبيسالك it is responsible for reabsorption of most of the glomerular filtrate. لا طبعا، اللي بيعمل كده ده proximal convoluted tubule. it is permeable to water only under certain condition. فعلا دي الاجابه الصحيحه، ان هي بتبقى permeable للووتر امتى؟ فقط في وجود الانتي دايوريتيك هرمون. اتاكد برضو هل بتشارك في الرينا فلتريشن بارير؟ لا ملاش دعوه خالص. it is a part of the nephron. لا، الكولكتنج داكت دي بارت من اليورينيفروس تيوبيولز ها، اللي هو بيتكون من نيفرون اند كولكتنج داكت. اتفقنا؟ يبقى الاجابه 2 هي الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعد كده which statement describe the function of the macula densa cells. بيقول لك بيحبوا المكيلا دنسا زي عينيهم، يعني عيل من عيالهم. secretion of renin in response to decrease the blood pressure. لا مش هي اللي بتفرز الرينين، دي juxtaglomerular. secretion of erythropoietin in response to severe hemorrhage. لا ده اللي بيفرز الاثروبويتين مين؟ juxtaglomerular. وخلي بالك في خليه تانية ها بتفرز الاثروبويتين في الكدني وبكميه برضو عاليه، بس هي مش مذكوره عندكم في الكتاب، بس للعلم للمعرفه، عبارة عن حاجة اسمها interstitial fibroblast. دي عبارة عن fibroblast بتبقى موجودة في الانترستيشيوم، خاصة بتاع الكورتكس ها، في الانترستيشيوم اللي هو connective tissue، ودي بتبقى مسؤولة ها بإفراز الإريثروبويتين بكمية كبيرة، ودي اللي بتبقى مسؤولة برضو عن إيه؟ عن حدوث الرينال fibrosis أو تليف الإيه؟ الكلى. اتفقنا؟ طيب تالت اختيار، هل الماكيلا دنسا مسؤولة عن الري ابزوربشن اوف صوديوم فروم ذا ديستال تيوبيول؟ لا هي ما بتعملش ري ابزوربشن اصلا. طب نشوف الاختيار الرابع، act in cooperation with the juxtaglomerular cell when the concentration of sodium in the distal tubular change. فعلا ده اللي احنا قلناه، ان هي بتعمل ايه؟ بتسنس الليفل بتاع الصوديوم في الديستال تيوبيولز، لو قل جدا جدا عن المعتاد يبقى ايه؟ يبقى الجلوميرال فلتريشن قليل، يقوم عاملة ايه بالتعاون مع الجاكساجلوميريال، ابعت عليها ها تقوم تخلي الجاكساجلوميريال ايه تفرز الرينين عشان يزود لك البلاد بريشر ويزود لك الجلوميريال فلتريشن. يبقى الاجابة الرابعة هي الاجابة الصحيحة. والسؤال اللي بعد كده الاخير، when comparing the ultrastructure of the cells of the macula densa and the ordinary cells of the distal tubules, what is the most diagnostic feature distinguished between the two sections. برضو المacula densa برضو بتسأل عليها، ازاي افرق ما بين سكشن في المacula densa والordinary cells بتاعت distal tubules. اول اختيار، the macula densa cells have more basal infolding than the cells of the distal tubules. لا بالعكس، دي المacula densa اصلا ما فيهاش basal infolding.
The cells of the distal tubules have more mitochondria than the macula densa. فعلا المكلة دنسة كمية الميتوكوندريا فيها بتبقى ايه؟ بتبقى اقل بكتير من بتاعة الديستال تيوبيولز. الديستال تيوبيولز ها ليها ايه؟ وظيفة سكريشن محترمة، لكن المكلة دنسة ها يدوبك شوية ري ابزوربشن كده خفيف خالص ها لشوية ايه؟ لشوية سولت. يبقى فعلا الإجابة يبقى انا مش محتاجه ايه، مش محتاجه يعني انرجي كتيره، لكن هنا اللي لها سكريتوري فانكشن محترمه محتاجه انرجي اكتر. يبقى فعلا السيلز بتاع الديستال تيوبيولز ليها مور ميتوكوندريا عن بتاعه الايه الماكيلا دنسا. عشان ايه؟ عشان السكريتوري فانكشن بتاعه الديستال تيوبيولز. اتاكد برضو الاختيار الثالث، ذا سيل اوف ذا ماكيلا دنسا ار شورتر ذان ذا ديستال تيوبيولز. لا هي مش شورتر ذان ايت، ده بالعكس، دي الماكيلا دنسا لما تيجي تشوفها في ساعات في صور كتير بتحس انها اطول من بتاعه الديستال تيوبيولز. طيب النيوكلياي بتاعت السيلز بتاعت ديستال تيوبيولز ار دنسر عن النيوكلياي بتاعت الماكيلا دنسا؟ لا، هما النيوكلياي بتاعتهم هما الاثنين واحد، بس نتيجه ان النيوكلياي بتاعت الماكيلا دنسا حصل ان الخلايا بقت زحمه فبقت النيوكلياي سوبر امبوزد ركبت على بعض، فبيديلك ايحاء لما تيجي تبص على النيوكلياي بتاعت الماكيلا دنسا انها ايه؟ انها اغمق من النيوكلياي بتاعت الخلايا بتاعت الديستال تيوبيولز. يبقى الاختيار الرابع برضو اختيار خاطئ، فالإجابة الصح هي تاني إجابة. اتفقنا كده؟ نبقى خلصنا. أي حد مش فاهم أي حاجة في اللي أنا قلته، عايز يستفسر تاني عن حاجة، يبعت لي على هذا الإيميل. شكرا ليكم يا شباب، ونشوفكم امتحان جاي إن شاء الله.